حب عطايا الله سوايا وضوى مدينة زايد قصود دار الكرام وأهل العطايا ضيف الكريم المد والجود واستبشر بغل الهدايا في محفل يذهب الحشود من الفرح رفت سرايا ودنت بريس الضفرة رعود حب عطايا الله سوايا وضوى مدينة زايد قصود دار الكرام وأهل العطايا ضيف كريم المد والجود واستبشر بغل الهدايا في محفل يذهب الحشود تحضن بتارح يبو حفايا ومشارات جود من الجود في ظل صافين النوايا من عقب زايد زادها الزود اكسر صحاريها العرايا من الاثمار وكل عنقود بنيت على خير ومطايا ورسم التحديد وحدود في عهد حمايا الحمايا على بها خالد الصعود أرسى بها على السمايا وسط على المريخ وأخوانها اللي بهم كفايا أسناد له وعضوده عضود حمدا محمود السجايا ماخذ مزايا الرئيس العود يمد بكفوف صخايا يفرح بشافه. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد بانطلاقاتنا المتواصله في صباح هذا اليوم من مهرجان الظفره في عامه الثاني على التوالي لتعلن انطلاقه شوطنا العاشر للابكار الحقايق واحد اشواط مقيد الدار. نبدأ في هذه اللحظات مع المركز الأول لأتابع الحاضرة في هذه اللحظات والمنطلقة النايفة بشعار مبارك بن خادم بن حارب الخيلي، ولكن من غيرت في هذه اللحظات رجوة حمد بن سعيد بن عبيد بن بدر العليلي. والمركز الثالث الحضور من الظبي محمد بن حميد بن عبيد بن علي الدرعي من يقدم لنا شعاره. والمركز الرابع في هذه اللحظات احضرت الظبي بشعار احمد بن قنون بن مسلم بن حمرور العامري يقدم لنا شعاره. والمركز الخامس من الجانب الأيمن أتابع من تأتي في هذه اللحظات بهذا الحضور بهذا القدوم الحذره 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 حمود بن محمد بوراس العفاري يقدم لنا الحذره مع انطلاقتها. هكذا النداء الأول للمراكز الخمس المتقدمة. نعود إلى رجوة رجوة مع الصدارة بشعار حمد بن سعيد بن عبيد بن بدر العليلي يقدم لنا رجوة بهذا الحضور رجوة بهذا الانطلاق رجوة بهذا التحدي. العليلي مع المقدمة. المركز الثاني القادمة الظبي محمد بن حميد بن عبيد بن علي الدرعي والقادمة في هذه اللحظات والحاضرة حضور القادمة بشعار عبد الله بن سعد بن حمد الجحافي قادم وحاضر في هذه اللحظات. بينما الحضور والقدوم من الذهب سالمين بن حمود بن سالمين المنصوري يقدم لنا شعاره والحذرة قادمة الحذرة حاضرة حمود بن محمد بوراس الحفاري من يقدم لنا شعاره. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى التحدي الأول إلى الحضور الأول والثمانمية متر الأخيرة مع الذهب الذهب سالمين بن حمود بن سالمين المنصوري. ولكن حضور بهذا الحضور
عبد الله بن سعد بن حمد الجحافي من يقدم لنا حضور 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 بهذا الحضور الطاغي بهذا الحضور الكبير مع انطلاقة حضور مع المركز الأول مع التحدي الأول. الله يا عبد الله يا بن سعد يا بن حمد يا الجحافي طارت حضور طارت طارت نحو الانتصار. المركز الثاني مراسي محمد بن حميد بن محمد الدرعي ولكن خلاص خلاص حضور 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 والميتين متر الأخير يا الجحافي يا الجحافي القادمة القادمة أيضا حفلة محمد بن علي بن ملاح المنصوري ولكن الجحافي حضر حضر بهذا الحضور الكبير. تهانينا لمالك حضور على الفوز والانتصار عبد الله بن سعد بن حمد الجحافي من قدم لنا حضور بهذا العرض الكبير والمميز. حفلة مع المركز الثاني محمد بن علي بن ملاح المنصوري المركز الثالث. كان الحضور والتواجد ايضا من دمعه محمد بن عبد الله بالحف العامري والمركز الرابع العنود محمد بن لاحج بن سيف بن لاحج الهاجري والمركز الخامس. كان الحضور والتواجد ايضا مع مراسي لمحمد بن حميد بن محمد الدرعي قدم الأداء المميز والكبير في هذا الصباح. الجحافي من قدم لنا حضور عبد الله بن سعد بن حمد الجحافي مشكور يا أبو سعد. 4:31 وجزئين من الثواني. المركز الثاني كان الحضور والتواجد من حفلة محمد بن علي بن ملاح المنصوري قدم الأداء الكبير والمميز مع شعاره الكبير 4:31 6 أو 8 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان الحضور والتواجد من دمعة محمد بن عبد الله بالحب العامري من احتل المركز الثالث 4:32 9 أجزاء من الثانية. أما المركز الرابع فكانت العنود لمحمد بن لاحج بن سيف بن لاحج الهاجري توقيتها ولحظات وصولها 4:33 6 أجزاء من الثانية. المركز اللي هو الخامس من احضرت مع خامس المراكز كانت مراسي محمد بن حميد بن محمد الدرعي 4:33 6 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لجميع الفائزين في صباح هذا اليوم.